استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصفرية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الذي قدم لجلالته مؤسسي ورواد وأعضاء ورئيس وأعضاء نادي البحرين للتنس الأرضي وذلك للسلام على جلالة الملك المفدى بمناسبة احتفال النادي بمرور 40 عاما على تأسيسه. رحب صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله بالجميع وهنأهم بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس هذا النادي العريق والارتقاء بلعبة كرة التنس في مملكة البحرين. وقد أمر جلالته بتكليف وزارة الشباب والرياضة بإعداد دراسة متكاملة من أجل إنشاء ملعب مركزي للتنس الأرضي لتعزيز مكانة هذه اللعبة وتطويرها واستضافة العديد من البطولات القارية والدولية، مقدرا جلالته كذلك إسهامات الاتحاد البحريني للتنس في نشر هذه اللعبة وزيادة أعداد الممارسين لها وخاصة بين الناشئين والشباب، مشيرا جلالته إلى أن لعبة التنس في المملكة تسير بخطى ثابتة على طريق التطور بفضل الاهتمام الملحوظ الذي تحظى به هذه الرياضة بما يتسم به شعب البحرين من تعليم منذ سنوات طويلة. وأشاد جلالة الملك المفدى يده الله بالجهود المثمرة التي يوالي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للنهوض برياضة التنس وبكافة الألعاب الرياضية وتطويرها وتنويع مختلف الرياضات وتشجيع الشباب على ممارستها وتهيئة أفضل السبل والإمكانات أمام الشباب الرياضي، حيث انعكس ذلك على الإنجازات المتعددة والنتائج المشرفة أو المشرفة التي حققها لاعبو ولاعبات مملكة البحرين في المحافل والمنتديات الرياضية الإقليمية والدولية، منوها جلالته بجهود وزارة شؤون الشباب والرياضة وما تقدمه من خدمات لكافة الأندية بالمملكة والتي تعمل على تعزيز قدراتها وتمكينها من أداء دورها في خدمة الرياضة البحرينية. كما أشاد جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة بكل التقدير بالجهود المخلصة لرواد الرياضة ومساهمتهم في تأسيس النهضة الرياضية والشبابية، حيث كانت لهم جهود واضحة في المسيرة الرياضية منذ انطلاقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حفل تكريم رواد وممارسي لعبة التنس الأرضي ومؤسسي نادي البحرين للتنس الذي يحتفل بمرور 40 عاما على التأسيس. نبدأ هذا الحفل بكلمة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كلام طال عمرك واصل من قلب الرياضة كلها لكم سيدي. سيدي ألغي لكم هذه المحبة وهذا الولاء وهذا التقدير الذي قمت به منذ تأسيسكم العالم الرياضي أو البيت الرياضي في مملكة البحرين، منذ رئاستكم المجلس الأعلى للشباب والرياضة وتوليكم هذه المسؤولية والرقي بها في مملكة البحرين. ولله الحمد سيدي وصلنا إلى القمم ومملكة البحرين تفتخر بإنجازاتها عام بعد عام، والآن الحمد لله لا نقول أننا وصلنا إلى القمة بل نطمح الوصول إلى القمة ولكننا في الطريق السليم. طبعا هذا لا يأتي من الخافي يا صاحب الجلال، هذا يأتي من الأساس الصحيح ونحن المكملين لهذا الأساس.
فالبيت الرياضي لصاحب الجلالة هو ولله الحمد بيت نفتخر به، برجال، بنساء، بأبطال وبهواة، كلهم قلبهم على بعض ويتمتعون بروح الفريق الواحد. فلله الحمد اليوم في هذا اليوم المبارك نفتخر بذكرى 40 عام لتأسيس نادي التنس، فهي فترة يعني ليست قصيرة وليست طويلة جدا، بل هناك إنجازات كثيرة سواء كانت في مجال الرياضات مثل التنس وكرة القدم وألعاب القوى ورياضات الفروسية وإلى آخره من الرياضات. نحن الآن يا صاحب الجلالة نتطلع إلى الرقي ونتطلع إلى الأفضل، وبإذن الله ما رأيتموه في هذه الفترة إلا ثمرة حصادكم وتعبكم لهذا البيت. فشكرا لكم يا صاحب الجلالة على هذا اليوم ولقائكم برفقاء دربكم في رياضتكم المفضلة التنس. شكرا. يلقي الآن السيد خميس محمد المقلى رئيس مجلس إدارة نادي البحرين للتنس كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف عظيم أن نحظى بهذا التكريم الملكي السامي من لدن جلالتكم في هذه المناسبة التاريخية التي نحتفل فيها بذكرى مرور 40 عاماً على تأسيس نادي البحرين للتنس. هذا النادي العريق الذي حظى باهتمام خاص من لدن جلالتكم، ونذكر في هذه المناسبة الطيبة اجتماع مجلس إدارة النادي بجلالتكم في 6 أكتوبر عام 96 عندما بارك جلالتكم مشروع تطوير النادي، وكان ذلك بداية مسيرة التطوير، وهي المسيرة التي لا زالت مستمرة، وتوجه جلالتكم خلال احتفالاتنا بذكرى مرور 40 عاماً بالمكرمة الملكية السامية بتوثيق أرض النادي، كما يشرفنا أن يكون لقائنا بجلالتكم في اليوم العالمي للتنس الذي يصادف هذا اليوم الاثنين 6 مارس. صاحب الجلالة، إن نادي البحرين للتنس وعلى امتداد تاريخه الطويل منذ أسسه جيل الرواد في بداية السبعينات ليفخر أن يكون حاضناً لنسيج متجانس من أبناء البحرين والمقيمين على أرضها يجمعهم ويؤلف بين قلوبهم حب الوطن والقيادة وارتباطهم بهذا النادي العريق وبرياضة التنس، وهم بذلك يقدمون مثالاً رائعاً لوطن واحد يحتضن الجميع. صاحب الجلالة، إن نادي البحرين للتنس مستمر في مسيرة التطوير بتوجيهات جلالتكم وحكومتكم الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة ورعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حفظهم الله ورعاهم. إننا نسعى جاهدين بالتعاون مع الاتحاد البحريني للتنس للانطلاق بالتنس البحريني من المحلية إلى العالمية بتنظيم المزيد من البطولات القارية والدولية التي أنجزنا العديد منها بمهارة عالية شهدها بها ضيوف المملكة والاتحاد الدولي للتنس، وساهمت في تطوير قدرات كافة منظومة التنس مما أهل النادي للفوز بالمركز الثاني لجائزة امتياز الأندية الوطنية لعام 2016. صاحب الجلالة، نعاهدكم على الاستمرار في مسيرة التطوير والعطاء لمواكبة طموحات وتطلعات جلالتكم حفظكم الله ورعاكم في دعم الرياضة والرياضيين، وسنسعى جاهدين ليكون النادي على غرار الأندية العالمية من خلال احتوائه على مرافق متطورة تستقطب البطولات الدولية، كما سنسعى
إلى تشجيع القطاع الخاص للمساهمة معنا في مسيرة التطوير، مقدرين لجلالتكم هذه الحفاوة السامية وهذا التقدير الملكي الكبير الذي نحظى به من جلالتكم في مختلف المناسبات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتكريم رواد وممارسي لعبة التنس الأرضي ومؤسسي نادي البحرين للتنس. سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. سمو الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس من عام 1991 إلى الآن. معالي الشيخ عبد الله بن حمد بن عبد الله بن إبراهيم آل خليفة. معالي الشيخ عبد الرحمن بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس منذ التأسيس إلى عام 1980. معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية. سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الشباب والرياضة. سعادة الدكتور علي محمد فخرو رئيس نادي البحرين للتنس من عام 1973 إلى عام 1979 ميلادية. سعادة الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة رئيس نادي البحرين للتنس من عام 1999 إلى العام 2000. سعادة السيد يوسف حيدر رئيس نادي البحرين للتنس من عام 2001 إلى عام 2006. سعادة السيد خميس محمد المقلة رئيس مجلس إدارة نادي البحرين للتنس من عام 2007 إلى الآن. سعادة الدكتور توفيق عبد الرحمن المؤيد رئيس الاتحاد البحريني للتنس من عام 1991 إلى 1990 ميلادية. يتشرف الآن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب والرياضة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، يتشرف بتقديم هدية تذكارية إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وهي عبارة عن إطار يحتوي على صور لاعبين عالميين في التنس الأرضي بجانبها كرة تنس تحمل تواقيع اللاعبين وكتاب بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس نادي البحرين للتنس.